حول وإياكم مشاهدينا إلى هذه الصور، وهي لقصف على الضاحية الجنوبية. تقول المصادر بأن قصف عنيف يستهدف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن هذه الصور وهذا الدخان المتصاعد نتيجة غارات وقصف عنيف يستهدف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية كما تشاهدون. أعمدة الدخان، هذه الصور مباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت من جراء قصف وصف بالعنيف وفقا لمصادر الحدث. هذا القصف استهدف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية. لا نعلم حتى الساعة من هو المستهدف، وإذا ما كان هناك كما كان في الأيام الماضية كل الاستهدافات كانت ربما تعود لبعض القادة أو أهداف معينة كانت إسرائيل توجه ضرباتها للنيل منها. سنوافيكم بالتفاصيل هذا الاستهداف عند توفر أي معلومة على الفور من الحدث. إذن هذه الصور المباشرة تظهر على الشاشة الآن لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية. هذه الصور متداولة على مواقع ربما التواصل الاجتماعي، ربما من زاوية أخرى، وأيضا تظهر حجم الدخان المتصاعد من الضاحية الجنوبية وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، والتي نتجت من خلال استهداف أو قصف إسرائيلي استهدف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية. طبعا نشير بأن هذه الاستهدافات تتزامن مع ربما ساعة أو ساعة ونصف من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلمته في الأمم المتحدة، والتي أشار فيها بأن العمليات وأن هذه الحرب مستمرة لتحقيق أهدافها، وبأن الضربات ستستمر على حزب الله لحين تحقيق الأهداف، وهي التي تم الحديث عنها في وقت سابق، الشمال وعودة السكان بشكل آمن إلى هذه المناطق. إذن هذه صور متداولة لقصف إسرائيلي استهدف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية. تشاهدون وإيانا هذه المشاهد من نافذتين، ربما لصور متداولة وأيضا لبعض صور مباشرة للوكالات. من بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي إدمون شماس، أهلا بك. ومن الناصرة أيضا ينضم إلينا الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد نظير. أبدأ من ضيفنا من بيروت لنسأل إذا ما كان هناك أي معلومات سيد إدمون حول هذا الاستهداف الأخير الذي تظهر صوره الآن على شاشة الحدث، وقيل بأنه استهداف لبعض المواقع في الضاحية الجنوبية، هل من معلومات لديك؟ ليس من معلومات لدي في هذه اللحظة، ولكن واضح أنه الخطة الإسرائيلية والأهداف واضحة، عندهم لائحة أهداف تتعلق باستهداف القيادات والمسؤولين في حزب الله. إذن أي عملية في الضاحية الجنوبية اليوم وفي أي وقت في المستقبل القريب هي نتيجة عملية استخباراتية لضرب قيادات، وليس لاستهداف المدنيين في الوقت الحالي. ولكن من الممكن إذا تطورت الأوضاع إلى حرب مفتوحة وشاملة وكاملة، من الممكن أن نرى الوضع يتأزم إلى ما شهدته غزة، ومعظم اللبنانيين يرفضون ذلك ويتمنون أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار
لمنع تدمير البنية التحتية في لبنان كما حصل في 2006، خاصة أنه الدولة اللبنانية في حالة إفلاس ووضع اقتصادي صعب جدا وغير قادرة على إعادة الأعمار. سيد نظير، كان إذا نتحول مباشرة، وأعود إلى السيد نظير، ولكن لنتحول مباشرة لمفادة الحدث في بيروت، ريمي درباس، أهلا ومرحبا بك معنا ريمي. ما الذي يقال من عندك؟ ما المعلومات المتوفرة حول هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية؟ نعم، يمكن رشا القول أنها أعنف سلسلة غارات تحصل على الضاحية الجنوبية منذ 7 أكتوبر، وليس منذ تصعيد العدوان قبل أيام فقط. ما سمعناه هو 10 غارات يعني بشكل متسلسل لمدة 3 دقائق. بحسب المعطيات الأولية فإنه هذه الغارات استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية بالقرب من أحد المطاعم المعروفة هناك، مطعم الساحة، ولكن هذه معلومات أولية تبقى بحاجة إلى تأكيد. يعني أنا أنقل المعلومات التي تريدني تباعا. بالتالي القصف استهدف المنطقة بالقرب من مطعم الساحة، وهي منطقة معروفة جدا، وهو السبب الذي يعني كان لهذا السبب كان دوي هذه الانفجارات قويا جدا في كل بيروت. هذا هو السبب الذي كان دوي في كل بيروت. إذا نذكر، الطيران الإسرائيلي شن قبل قليل سلسلة من الغارات الجوية، 10 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية على يعني المعلومات الأولية تؤكد أنه قرب هذا المطعم، ونشاهد حيث نحن نتواجد دخان كثيف أسود يتصاعد في المنطقة المستهدفة، وطبعا سنوافيكم بأي جديد فور حصوله. طيب ريمي، فقط سؤال، المنطقة التي تحدثت عنها والتي يوجد فيها المطعم، هل لها أي دلالة؟ هل في معلومات حولها بأنها تخص الحزب، قيادات الحزب، بعض المؤسسات التي من الممكن أن يكون فيها بعض المجتمعين كما حدث من قبل؟ نعم، بطبيعة الحال هذا المطعم الذي أتحدث عنه وهو يتواجد على طريق المطار الدولي في لبنان، وهي منطقة معروفة بانتمائها لحزب الله. وبطبيعة الحال يعني كما تعودنا، يعني القصف الذي تتعرض له الضاحية الجنوبية يكون يستهدف إما أشخاص إما المنطقة أو مناطق التي يكون فيها تجمع للمنتمين لحزب الله. دعيني أشير، أنني ذكرت قبل قليل بالقرب من مطعم الساحة، لأشير أنه بجانب هذا المطعم هناك مخيم برج البراجنة. يعني ربما الأهداف أو الصواريخ 10 التي سمعناها تكون استهدفت أكثر من نقطة. يعني ربما نتحدث عن هذا المطعم الذي ذكرته المطعم، نتحدث عن مخيم برج البراجنة وهو معروف في لبنان. يقال أيضا أنه تم استهدافه، وبالتالي يبدو أنه هناك أكثر من نقطة تم استهدافها بهذه الغارات التي سمعناها. دائما معلومات أولية، أكرر معلومات أولية تحتاج إلى التدقيق. يعني المعلومات أكيد سنتابع معك بكل دقة التفاصيل. يعني فقط رمي للمشاهد غير اللبناني، عندما تقولي مخيم برج البراجنة المعروف للبنانيين، ما هي دلالات هذا المبنى؟ ماذا يعني عندما تقولي برج البراجنة؟ ما الذي يعني يصل مباشرة لأذهاننا؟ اللاجئين الفلسطينيين رشا. نعم، هو مخيم للاجئين الفلسطينيين. نعم. يقع على كتف الضاحية الجنوبية. نعم. وهذا وبالتالي هذا يعني هذا ما كنت أريد أن أشير إليه، أن المنطقة المستهدفة هي في الضاحية الجنوبية. نعم. حاولت أن أذكر أكثر من معلم، ولكن المنطقة بأكملها هي تبرع لضاحية الجنوبية. على أي حال سيتبين أكثر مع الوقت المنطقة المستهدفة أو إذا كان هدف واحد أو أكثر من هدف، ولكن يبدو أنه أيضا هذا
مخيم، مخيم وهو يعج باللاجئين وذات كثافة سكانية عالية. يبدو أن الدخان الأسود يتصاعد بكثافة من هذا المخيم. يعني لو بالإمكان أن تعطيني بعض الوقت لأتمكن من جمع المعلومات. بانتظارك ريمي مفادة الحدث، كنت معنا من بيروت ريمي درباس، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفنا الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. سيد نظير، يعني وفقا لما تحدثت به ريمي بأنه قد يكون هذا الاستهداف لمخيم برج البراجني في الضاحية الجنوبية، هل من الممكن وهو طبعا للاجئين الفلسطينيين أن يكون هذا الاستهداف بشكل أو بآخر مربوط بالتصريحات التي تحدثت بها الفصائل الفلسطينية بطبيعة المساندة التي من الممكن أن تقوم بها كمساندة للجانب اللبناني وللحزب في ظل عدم تمكنها ربما من القيام بعمليات عسكرية كبيرة في ظل الأوضاع العسكرية التي تعاني منها؟ قبل الإجابة اسمح لي فقط نشاهد هذه الصور، نستمع. شفا يا الله، ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم، بسرعه بسرعه يا الله يا الله، ضربوا المجمع، ضربوا الشفا يا الله، ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم، بسرعه بسرعه يا الله يا الله، ضربوا المجمع، ضربوا الشفا يا الله، ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم، بسرعه بسرعه يا الله يا الله، ضربوا المجمع، ضربوا الشفا يا الله، ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم، بسرعه بسرعه يا الله يا الله، ضربوا المجمع، ضربوا الشفا يا الله، ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم، بسرعه بسرعه يا الله يا الله، ضربوا المجمع، ضربوا الشفا يا الله، ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم، بسرعه بسرعه يا الله.
إذن نتابع وإياكم هذه التطورات مشاهدينا. استهدافات وفقا للمصادر، مصادر الحدث بأنه هذا القصف استهدف مقرا تابعا لحزب الله، وفقا أيضا لموفدة الحدث بأنه الأعنف حتى منذ 7 أكتوبر الذي ضرب الضاحية الجنوبية، أيضا وفقا للمصدر ذاته 10 غارات متتالية في 3 دقائق استهدفت أكثر من موقع في الضاحية الجنوبية. المعلومات المتوفرة حتى الآن وفقا لمصادرنا بأنه هذا الاستهداف كان لمقر تابع لحزب الله. سيد نظير، أعتذر على الانتظار، ولكن كما تتابع وإيانا هذه التطورات السريعة حقيقة والتي أتت بعد كلمة نتنياهو الذي اضطر أيضا بعد أن وصلته أنباء وفقا للعواجل التي ذكرناها بأن ينسحب ويغادر الإحاطة الصحفية بعد أنباء وصلته عن عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية، كيف نقرأ ما يحدث؟ إلى أين المشهد سيذهب؟ مرحبا بك العزيزة رشا وضيفك الكريم والأخوة المشاهدين والمشاهدات. صحيح يوجد بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي صدر الآن في هذه اللحظة، ويقول أن المقر الذي تم قصفه هو مجمع القيادة المركزية لحزب الله الواقع تحت مناطق سكنية في قلب الضاحية الجنوبية. يعني فمن الجهة الإسرائيلية يقولون أن القيادة المركزية، هل كان هناك عدد أو شخص مركزي في هذه في هذا المقر؟ طبعا لا أحد يعرف، ولكن هذا بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي. نعم. هذا يعني طبعا أن هنالك تصعيد، وإذا كان نتنياهو قطع إحاطة صحفية فهذا يعني أن الحديث عن شيء كبير وربما شخصية كبيرة، ونحن نعرف أنهم يهددون. بقي شخصيات كبيرة في الحزب بعد كل عمليات الاستهداف المتتالية، حتى عندما كان يتم تعيين بديل للقيادي المستهدف أيضا يستهدف. أولا دائما يوجد بدائل، وثانيا يتحدثون الآن عن نوع آخر من القيادة. عندما بدأوا يقتلون شخصيات دينية من حزب الله فهذا يعني أنهم يتطلعون إلى قيادات سياسية. وعدة مرات في الأيام الأخيرة ذكر اسم حسن نصر الله نفسه ونعيم قاسم نائبه، يعني من غير المستبعد على إسرائيل أن تقدم على مغامرة خطيرة كهذه. نعم. طيب سيد نظير، اليوم عندما يكون المشهد في هذا الشكل، هل من الممكن أن نعطي أذنا أو نصغي لأي حديث عن أي مفاوضات، أي رغبات، أي وساطات، ضغوط أمريكية دولية؟ هل هذا فعلا ممكنا في ظل ما نراه اليوم؟ يعني في نهاية المطاف لا يوجد حرب تنتهي من دون اتفاق على شيء معين. أتحدث الآن يعني على المدى المنظور، لا تدوم الحروب إلى الأبد يعني أكيد. طبعا، ولذلك هنالك محاولات لتقصير هذه الحرب، وهذا المفروض أنه في مصلحة الجميع. فالتصعيد الإسرائيلي يوجد له عدة أسباب، أيضا أسباب داخلية وليس فقط مربوطة بحزب الله، ولكن لا شك أن النجاحات التي حققها الجيش الإسرائيلي في توجيه ضربات قاسية لحزب الله فتحت شهية كثيرين في إسرائيل، وليس فقط اليمين المتطرف بل حتى من القيادات الوسطى والمعارضة السياسية وقيادة الجيش، فتح شهياتهم على الإقدام على المزيد من العمليات وتوجيه المزيد من الضربات لعلهم يحسمون المعركة. الأمر الذي لا يصدق بأنهم يستطيعون سحق حزب الله، هم الآن بدأوا يصدقون هذا الأمر. هل فعليا سيد نظير استهداف الحزب بهذه الطريقة وكل ربما الخسائر التي لحقت به وحدت الصف في الداخل الإسرائيلي والكلمة، وأعطت نتنياهو ليس يعني كما يقول إنعاشا بعد ما كان وضعه سيء، ربما أعطته حياة جديدة؟ نعم، هذا بالتأكيد قائم. لا نستطيع أن نقول وحدت كل الإسرائيليين، لأن هنالك مجموعة غير قليلة تشكل حوالي ثلث الإسرائيليين الذين يعتقدون أن نتنياهو يجري مغامرة من الممكن أن تؤدي بأمور خطيرة بالنسبة لإسرائيل. عائلات الأسرى مثلا، تلك التي استمعت إلى خطاب نتنياهو، شعروا أن نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة اليوم عمليا قضى على المخطوفين الإسرائيليين لدى حماس، ويقولون هذا الرجل أصيب بالجنون، كما يبدو أنه يشعر أنه النبي موسى، هكذا يتحدثون في في حوارات رسمية تعقيبا على خطاب نتنياهو، لأنهم يرون أن هنالك فعلا شيء من المبالغة
في تقييم هذا المكاسب العسكرية وفي ما يخططون له لمزيد منها. نعم، فقط نشير إلى العاجل، إعلام حزب الله يتحدث عن قتلى وجرحى في القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت. إذن قتلى وجرحى وفقا لإعلام حزب الله في الضاحية من جراء القصف الإسرائيلي، وأيضا كان تم الحديث ووفقا للعواجل التي تظهر على الشاشة بأنه الاستهداف كان لمقر القيادة المركزية لحزب الله وهو تحت مباني سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية. سيد إدمون، أنت في بيروت، ما الذي سمعت وما الذي يقال الآن إذا ما كان أيضا هناك أي معلومات؟ للواقع هناك استياء كبير من جميع المكونات الشعب اللبناني لما يحصل. أكيد نحن نأسف لما يتعرض له لبنان من اعتداءات إسرائيلية، ولو هي بسبب يعني رعوني من حزب الله والدخول في حرب معظم الشعب اللبناني لم يريدها، وخاصة أنه هي لدعم وإسناد غزة. لو كانت الاعتداءات الإسرائيلية هي يعني منطلقة من اعتبارات خاصة بإسرائيل، وهي اعتداءات صدرت تلقائية من إسرائيل دون أي استفزاز من حزب الله، لكان اليوم معظم الشعب اللبناني يقف إلى جانب حزب الله. ولكن اليوم يوجد انقسام سياسي كبير، بعتقد أنه حزب الله يرى نفسه معزولا أو لوحده في الساحة. الوضع اليوم يختلف عن 2006. ب2006 كان في حكومة لبنانية كاملة المواصفات وفيها شخصيات وقوى سياسية كانت معارضة لحزب الله. لذلك بوقتها كان في إمكانية أنه هي تفاوض عن الدولة اللبنانية. اليوم لا يوجد حكومة مستقلة قادرة على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. تفضل بالبقاء معنا سيد إدمون، وأيضا سيد نظير تنضم إلينا من جديد، موفدة الحدث ريمي الدرباس من بيروت. ريمي، ما الجديد لديك؟ نعم رشا، يعني بدأ واضحا أنه المنطقة التي تم استهدافها اليوم بعشة صواريخ كما بدأ معلوما هي منطقة حارة حريك. يعني كل الأماكن التي كنت أتحدث عنها هي موجودة في نفس المكان. نتحدث عن برج البراجنة، عن أيضا أحد المطاعم المعروف مشهور هناك على طريق المطار. هذا المربع يعرف بمربع حارة حريك. الجيش الإسرائيلي خرج قبل قليل يؤكد أن النقطة المستهدفة هي مقر حزب الله في تلك المنطقة، وبالفعل هو يبعد أمتار قليلة من هذه الأمكنة التي ذكرتها. الأكيد أنه تم استعمال صواريخ ارتجاجية لاستهداف هذا المقر. ونتحدث بحسب المعلومات الأولية أيضا عن أكثر من مبنى سوية بالأرض. يعني المعلومات تتحدث عن تدمير 4 مبان سكنية في حارة حريك في هذه الغارات المتتالية. الصواريخ التي استعملت ارتجاجية نظرا لأنه المقرات عادة تكون تحت الأرض، وهذا ما يفسر حجم الصوت الهائل الذي سمعناه ودور في بيروت، لأنه نتحدث عن مقرات تحت الأرض ليتأكد الجيش الإسرائيلي من أنه نفذ هدفه. وهذه الصواريخ التي بدأ باستعمالها هنا في ضاحية بيروت تستعمل نفسها في الجنوب. إذن وكما أيضا كنا نذكر أن كل الاغتيالات التي كانت تنفذها في ضاحية بيروت باستعمال طائرات F-35 مرة جديدة، F-35 10 صواريخ إذن دمرت أكثر من مبنى. حتى الساعة نسمع سيارات الإسعاف تهرع إلى منطقة المستهدفة، والمباني كما تقول الأنباء الأولية يعني أكثر من 3 مباني أو 4 مباني سوية بالأرض. يعني هذه المعلومات المتوافرة حتى الساعة رشا، مع العلم أن هناك صعوبة بوصول سيارات الإسعاف نظرا للعدد الكبير للتواجد السكاني الهائل. هي منطقة سكنية فيها كثافة سكانية. أيضا كنت أقول في رسالة سابقة على كتف هذه المنطقة، يعني على بعد أمتار من هذا المقر، هناك مخيم للاجئين الفلسطينيين. نتحدث عن منطقة مكتظة بالسكان، وبطبيعة الحال هناك الكثير من
النازحين الذين فروا من الجنوب وأتوا إلى بيروت. يعني من المتوقع أن يكون عدد كبير من الضحايا سقطوا جراء هذه الغارات رشا. شكرا جزيلا لك ريمي، سنتابع وإياك كل جديد. موفدة الحدث من بيروت ريمي درباس. أعود لضيوفنا في هذه التغطية وهذا التطور طبعا الذي جاء من جراء استهدافات متتالية بغارات شديدة على الضاحية الجنوبية من خلال قصف إسرائيلي لهذه المناطق. قيل بأنه أيضا وفقا لمصادرنا بأنه 4 مباني سكنية في ضاحية بيروت كانت مستهدفة وتم تدميرها في الغارات الإسرائيلية، وأيضا أن الهدف كان هو وفقا للجيش الإسرائيلي طبعا مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية وهو تحت مباني سكنية. الأنباء تتحدث حتى الساعة عن وجود إصابات وقتلى، والأعداد ربما تكون كبيرة لأنها منطقة سكنية حيوية، وهذه الاستهدافات جاءت لهذه المباني. سيد نظير، في أول التطورات التي حدثت مؤخرا في لبنان سألت أحد الضيوف وربما كان سؤالا استشرافيا، إذا ما كان سيأتي اليوم التي ستكون فيه حماس تقول إذا أوقفتم القتال في لبنان سيتم وقف القتال والذهاب إلى صفقة في غزة، هل هذا بات قريبا أو معقولا الآن؟ بالتأكيد نحن مررنا هاي المرحلة باعتقادي، لأن المشروع الأمريكي الفرنسي يتطرق إلى ربط معين ما بين الجبهتين، وهذا الربط جاء من جهتين، ليس فقط هذه المرة من لبنان حيث كانت تقول أنه فقط إذا وقفتم في غزة نوقف نحن. أيضا في أعتذر منك سيد نظير، ولكن هذا العاجل وفقا لإعلام إسرائيلي يقول الشخص المستهدف في القصف الإسرائيلي على الضاحية هو حسن نصر الله. هذه المعلومات وفقا لإعلام إسرائيلي يتحدث بأن الشخص المستهدف في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية هو حسن نصر الله. أعود وأذكر بأنه وفقا لإعلام إسرائيلي، لكن لا نعلم إذا ما كان هذا البيان أو هذا الإعلان الصادر عن الجانب الإسرائيلي دقيق حتى الساعة، إذا ما كان فعلا حسن نصر الله متواجد في الضاحية الجنوبية ستتضح الأمور خلال الدقائق ربما والساعات القادمة إذا ما كان فعلا هو المستهدف. وهذا ما ذكرته حضرتك سيد نظير بأنه قد يكون فعليا حسن نصر الله أو نعيم قاسم. نعم، هم يتحدثون عن هذه الأسماء في الأيام الأخيرة، وهذا ما دفعني إلى القول بأنه يعني من الممكن في كل لحظة أن يستهدفوه، وكان ذلك بالبداية بأجوبة على أسئلة صحفيين. فيما بعد سنسمع من القادة الإسرائيليين أنفسهم يقولون أن لا أحد مستثنى، حتى نتنياهو نكل على اسمه بأن حسن نصر الله ليس مستثنى. والذين ترددوا رددوا هذه الكلمات في إسرائيل تخوفوا كثيرا من نتائج مثل هذه الضربة، لأن هذا يعني أن الأمور قد تنفلت من دون حدود، وعندئذ كل ما كانوا يخشونه في هذه المعركة قد يحصل في أن تتدهور الأمور لما هو أبشع. ما السيناريو المتوقع إذا ما صحت هذه الأنباء؟ طبعا يتوقف كثيرا على ما سيتصرف به حزب الله، هل فعلا ستنفلت الأمور بهذا الشكل؟ وطبعا يتوقف على إيران كيف استطاعت من مثل هذا المعطى الخطير أيضا بالنسبة إليها، على الرغم من أنها تضبط نفسها وتتحدث عن العقل والحكمة والتروي والصبر، ولكن عندما يتم تناول حسن نصر الله هذا أمر يعني هذا خطأ أصعب من سليماني وهنية بالنسبة لإيران. أتصور أنه أكبر بكثير، يعني لأنه يعني طبعا قاسم سليماني بالتأكيد شخصية مختلفة وأقرب لإيران من حسن نصر الله، ولكن حسن نصر الله هو شخصية ترمز إلى كل ما هو خارج إيراني خارج إيران. يعني حسن نصر الله رمز لتلك القوى التي تعتبر اليوم الأذرع الإيرانية في المنطقة،
هو نموذج يحتذى عند الكثيرين، يقدسه البعض حتى، ولهذا إصابته من الممكن أن تكون لها تبعات خطيرة للغاية. سيد إدمون، ربما تستمع وإيانا إلى هذه العواجل، ونقلا عن إعلام إسرائيلي بأنه الشخص المستهدف في القصف هو حسن نصر الله. هذه الصور مشاهدينا تظهر حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الغارات التي ضربت الضاحية الجنوبية في بيروت. نتابع وإياكم. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم الدمار على حجم هذه الصواريخ التي بحسب بعض الإنسانية لطالع. حجم كما يظهر على الشاشة الدخان والنار من الضاحية الجنوبية في بيروت، أيضا كنتم تشاهدون وإيانا الأرض وكأنها انشقت فعلا، حتى السيارات تظهر وكأنها في حفر أكثر من سيارة. هذه المناطق حيوية فيها الكثير من المدنيين، بالإضافة إلى أن الاستهداف نال من 4 مباني سكنية في الضاحية الجنوبية في بيروت. الجيش الإسرائيلي كان تحدث عن استهداف مقر قيادة حزب الله تحت مبان سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا في تصريحات نقلا عن الجيش الإسرائيلي تحدث فيها عن استهداف حزب الله ومن يقف على رأسه، كما كان هناك إشارة أيضا نقلا عن الجيش الإسرائيلي أو مصادر إسرائيلية بأن المستهدف في القصف هو حسن نصر الله. هذه الضربات وصفت بالأعنف، كان صوتها أيضا ربما كبيرا جدا مقارنة بالضربات التي نفذت على الضاحية الجنوبية، وفقا لمن هم في لبنان ويتابعون ربما تطور هذه الأحداث. لا نعرف حتى الساعة، المعلومات تشير إلى أن هناك عدد من القتلى والإصابات من جراء هذه الضربات، لا يوجد أعداد مؤكدة حتى الساعة، ولكن أكيد سنوافيكم فيها في حال ورودها. أيضا لا يوجد أي معلومات إذا ما كان المستهدف
الهدف فعلا هو حسن نصر الله أو شخصية أخرى. التحول إلى السيد إدمون، سيد إدمون من وجهة نظرك هل فعلا من الممكن أن يكون حسن نصر الله متواجد في الضاحية الجنوبية في ظل هذا التصعيد، في ظل هذه الاستهدافات، في ظل بأنه هدف معلن وتم الحديث عنه في الفترة الأخيرة وتناولته العديد من المصادر الإسرائيلية وغيره؟ أي شيء ممكن، خاصة أنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله هو القائد التاريخي لحزب الله، صار له هو قائد حزب الله من 92، فهو يمثل الرمزية الكبرى، ولذلك وجوده وتواجده وشفناه بفيديوهات سابقة ومشاهد سابقة أنه كان يروح على الجبهات. إذن أي من الممكن جدا يكون هو موجود بمراكز القيادة ويكون هو عم بيدير جزء من هذه العمليات، وخاصة إذا مثل ما شفنا مؤخرا تستهدفوا القيادات اللي هني بالمجلس الحربي لحزب الله، أنه هو رئيس المجلس الحربي وهو يديره. إذن من الممكن جدا يكون متواجد، وأنا بعتقد أنه هو ما بيترك جماعاته والمقاتلين والقيادات. فبس النتائج إذا هالشي كان صحيح أنه استهداف أمين عام حزب الله، وإذا أدت لأي مكروه لا سمح الله، من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر على الصعيد الداخلي اللبناني نتيجة ردة الفعل لحزب الله وجمهوره، وبالوقت نفسه يمكن تتدحرج الأمور إلى حرب مفتوحة وردة الفعل، لأنه هالشخصية هي شخصية رمزيتها أوسع وأكبر من الطائفة الشيعية في لبنان، هي رمزية خاصة أيام الحرب 2006 والاجتياح الإسرائيلي ب 2006 كان يمثل رمزية أكبر من لبنان، وما زال يمثل رمزية عند الطائفة الشيعية في الدول العربية. إذن المس به أنا برأيي حيؤدي لتصاعد وتيرة الحرب المفتوحة، ومن الممكن أن نشهد فلتان على المستوى الحربي، ولم يعود هناك أي ضوابط وأي قواعد اشتباك في هذه الحرب الدائرة اليوم. سيد نظير، اليوم فعليا إذا صحت هذه الأنباء، ألا يجب أن يكون نظرا لردود الفعل المتوقعة كما أشار ضيفنا من بيروت، يعني قد لا يكون فقط ردة الفعل في لبنان أو لمن يناصرون حسن نصر الله والحزب، قد يكون الموضوع أشمل وأوسع، ألا يتطلب هذا ويستدعي جهودا أكبر أكثر حسما من المجتمع الدولي، من الولايات المتحدة؟ يجب أن نسمع أصواتا بنبرة أعلى أكثر جدية حتى من ما شهدناه في حرب غزة. اولا للاضافه معينه، في القناه الثانيه عشره في اسرائيل هي التي قالت ان المستهدف هو حسن نصر الله، والجيش الاسرائيلي في بيانه يوجد جمله ملفته للنظر يقول فيها لا توجد تعليمات جديده للجبهه الداخليه، بمعنى انه اذا كان الحديث عن شخصيه كبيره يتوقف كيف ستكون النتيجه، فيتوقعون عندئذ الرد، ولهذا سيطلبون من الجمهور ان يكون هنالك استعدادات. ألا تقرأ بطريقة أخرى بأنهم يعني مرتاحون لدرجة أنهم لا يخشون حتى ردود فعل مهما كان حجم الضربة الموجهة؟ يعني أن الحزب الآن بات ربما جريحا، بات مصابا ضعيفا من جراء الاستهدافات المتكررة، أليس من الممكن أن تقرأ بهذه الطريقة؟ أو أنه فعلا فقط لأنه ليس حسن نصر الله فلم تأتي تعليمات للجبهة الداخلية؟ يعني ملاحظتك رشا لماحة، فبالتأكيد من المفترض أنه فيما لو فعلا كانوا يستهدفون حسن نصر الله يفترض أنهم يدرسون الموضوع جيدا ويدرسون ردود الفعل. هل توصلت إسرائيل إلى قناعة بأن إيران لن تفعل شيئا فيما لو استهدفت إسرائيل حسن نصر الله؟ هذا يعني أمر سيكون بالغ الخطورة. بالنسبة للولايات المتحدة من دون شك أنها يعني هي تفضل أن لا يكون هناك انفجار، ولكنها لن تندرف دمعا على المساس بحسن نصر الله، ستحاول أن تطوق الموضوع. وكما نعرف أنه هي العنوان الأساسي اليوم للمفاوضات مع إيران.
نعم، شكرا جزيلا لضيفنا، كنت معنا الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الناصرة نظير مجلي، شكرا لك. وأيضا شكر لضيفنا من بيروت المحلل السياسي إدمون شماس، شكرا جزيلا. ونتابع وإياكم مشاهدين هذه الصور التي ترصد حجم الدمار لمربع كامل استهدفته الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن تشاهدون بأن الأبنية سويت بالأرض تماما، ومساحة تبدو كبيرة، الدخان متصاعد، النار أيضا كما تشاهدون في الصورة. إذن نشاهد وإياكم هذه الصور التي رصدت حجم الدمار، وكما تشاهدون مربع كامل سوي بالأرض من جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي وصفت بالأعنف قتلى وجرحى وفقا لمصادر الحدث، من جراء هذه الاستهدافات التي وفقا أيضا للأنباء التي ذكرناها ووردت قبل قليل بأنه استهداف لمقر القيادة المركزية لحزب الله وهو تحت مبان سكنية في الضاحية الجنوبية في بيروت. مصادر إسرائيلية تحدثت عن أنه المستهدف في هذه العمليات هو حسن نصر الله، وقيل أيضا بأنه هذا الاستهداف هو لحزب الله ومن يقف على رأسه وفقا للجانب الإسرائيلي. أيضا تم الحديث بأنه بنيامين نتنياهو غادر الإحاطة الصحفية في الأمم المتحدة عندما أعلم وجاءته الأنباء عن عملية اغتيال نفذت في الضاحية الجنوبية وأن هناك سلسلة من الغارات على الضاحية. من حيفا تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة، أهلا بك هبة. هبة، ما الذي يقال وهل من تعليمات أعطيت من السلطات الإسرائيلية عقب هذا التصعيد في الضاحية الجنوبية؟ نعم، القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث الآن أن الجيش الإسرائيلي يحقق ما إذا ما كان حسن نصر الله كان متواجدا بالمنطقة التي استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي. الحديث عن سلسلة وهجمات ضخمة لم تكن من صواريخ دقيقة، إنما صواريخ يعني تصل إلى العمق الأرض وتخترق الملاجئ بحسب ما تتحدث عنه وسائل إعلام إسرائيلية. حتى الآن لا يوجد تأكيدات من المستهدف، ولكن الأكيد ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش بأنه استهدف المقر المركزي للقيادة في حزب الله. وأيضا كانت هناك تهديدات سابقة لحزب الله وقيادات حزب الله، وأيضا حتى التصريح الأخير بأن غير الممكن أن يكون أيضا بحسب مصادر إعلام إسرائيلية بالتأكد بهذا التوقيت كان بأي عمليات اغتيال يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريب المعلومات لوسائل إعلام إسرائيلية، ومن ثم تأتي التأكيدات من الجيش الإسرائيلي بمن هو المستهدف. الآن كانت هذه الهجمة مخالفة، يعني كان هناك بعد هذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تلاها بعد 10 دقائق كلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي دعا على عجالة المراسلين والصحفيين العسكريين إلى مقر الكاريال لإطلاق مؤتمر صحفي. أيضا الحديث عن أن بنيامين نتنياهو كان قد ألغى نتيجة أو بعد هذه الضربة مؤتمرا صحفيا أو إجازة صحفي في نيويورك. طيب، هل أعطيت أي تفاصيل أو تعليمات تفيد بشيء من توقعات كما كنا نتحدث مع السيد نظير مجلي بأن هناك استهدافات جديدة لإسرائيل؟
نعم، هذا ما أكد عليه سلاح الجو الإسرائيلي قبل، أو القيادة في سلاح الجو الإسرائيلي قبل يومين، بأنه سيقوم بتنفيذ العمليات واستهداف للقواعد العسكرية لحزبية. لا أتحدث، أتحدث هبة، أتحدث إذا ما كان هناك تعليمات هناك تشير إلى أن هناك توقعات إسرائيلية بأن يكون هناك ضربات لإسرائيل من قبل الجانب اللبناني. تقصدين بعد هذه الضربة؟ نعم، بعد يعني هذه الضربة، بعد هذا التصعيد. نعم، حتى أن المتحدث باسم الجيش قال لا تعليمات جديدة على الجبهة الداخلية، يعني لا توقعات بأن يكون هناك رد فوري من قبل حزب الله على هذه الضربة، لذلك لا تعليمات جديدة على الجبهة الداخلية. وعادة ما تكون التعليمات بعد التقييمات الأمنية التي تشير إلى تحركات ما من حزب الله، تكون بعدها تعليمات من الجبهة الداخلية، ولكن بحسب المتحدث باسم الجيش لا توجد أي تعليمات جديدة على الجبهة الداخلية. نعم، شكرا جزيلا لك من حيفا كنت معنا الصحفية هبة مصالحة، شكرا جزيلا لك. نستمع وإياكم مشاهدينا إلى هذه الأصوات. انا طلعت على بناي هون، ليك الدمار، مجزرة صارت هون، ضربوا ولا عشر صواريخ مع بعض في عالم مش قادر اشيل حدا انا. يا سماء عليكم، انا طلعت على بناي هون، ليك الدمار، مجزرة صارت هون، ضربوا ولا عشر صواريخ مع بعض في عالم مش قادر اشيل حدا انا. اذا ايضا للمزيد ولمتابعه هذه التطورات تنضم الينا من بيروت غنوة يتيم مراسله الحدث. اهلا بك غنوة. غنوة، ما الجديد؟ يعني بحسب المعلومات، الغارات على الضاحية اليوم هي عبارة كانت عن حزام ناري. هذا الحزام امتد من أطراف مخيم برج البراجني مرورا بمحيط مطعم معروف في المنطقة، مطعم الساحة، وصولا إلى حارة تحريك. هي مساحة كبيرة نسبيا، أكثر مما كنا نعتاده عندما يكون يعني الهدف دقيق ومركز في مكان واحد. الحديث عن أن 6 أبنية سويت بالأرض عبر استهدافها بصواريخ، بعشرة صواريخ من F-35 طائرات F-35. هذه الغارة سمعت أصداءها في كافة المناطق في بيروت وفي ضواحي البيروت، في مناطق الحزمية وغيرها المناطق، وبعبدة المناطق التي يعني تطل على الضاحية. وهذه المرة الأولى التي يسمع فيها هذا الصوت قوي بهذا الشكل، استمر قرابة الدقيقة تقريبا أصوات متتالية، كأنه هناك يعني عصف لغارات استمرت تقريبا لدقيقة قبل أن تتوقف. يعني هناك مقر لقيادة حزب الله كما أشارت بعض المعلومات، وأيضا بأنه استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية بحسب يعني أيضا ما شعر به أهالي المناطق الذين شعروا بأن الأبنية يعني هناك يعني اهتزاز أيضا جراء هذا الاستهداف. حتى الآن من هي الشخصية المستهدفة من لبنان؟ طبعا لا معلومات عن هذا الأمر، ولكن يعتقد بأنه شخص مهم نظرا لكبر هذه الغارة وحجم الدمار الذي خلفته. هناك أشخاص وسكان عالقين في الأبنية، إضافة إلى الأبنية التي سويت بالأرض. كان هناك صعوبة لسيارات الإسعاف بالوصول. الصليب الأحمر أعلن عن أيضا يعني المساعدة عبر تسيير 10 سيارات للصليب الأحمر نحو المنطقة المستهدفة، ويذكر بأن الانفجار أيضا ترك فجوة هائلة.
طيب غنوة، هل من معلومات ولو كانت مبدئية عدد من يقطن هذه المباني قبل أن نتحدث من أصيب وما عدد الضحايا القتلى من والمصابين من جراء الاستهدافات، هل من معلومات ولو تقريبية 6 أبنية كم من الممكن أن يكون يعني من المدنيين؟ إن كنا نتحدث عن 6 أبنية لا نعلم بطبيعة الحال ما إذا كانت أبنية، يعني في هناك أيضا في تلك المنطقة هناك أبنية مكاتب ممكن أن تكون خالية وممكن أن تكون أبنية سكانية. يعني إذا أردنا أن نقارن في استهداف إبراهيم عقيل المبنى عندما سقط كان هناك يعني أكثر من 50 شخص معظمهم من الضحايا المدنيين حوالي 55. إذا تحدثنا عن 6 أبنية سكنية يعني هذا الأمر يعني حوالي 300 شخص، ولكن يمكن أن تكون هذه الأبنية هي مكاتب ليس بالضرورة أن تكون سكنية. وأيضا عدد كبير من أهالي ضاحية بيروت الجنوبية كانوا قد غادروها خلال الفترة الماضية، يمكن أن يكون هناك أيضا شقق خالية في تلك الأبنية المستهدفة. ولكن بالطبع إن كانت هذه الأبنية سكنية وإن كانت العائلات لا تزال فيها يعني بطبيعة الحال سيكون هناك عدد كبير من القتلى وسيكون بينهم أيضا ضحايا مدنيين، وهذا ما لا نتمنى. شكرا جزيلا لك، سنتابع معكم الزملاء من لبنان كل جديد. كنت معنا غنوة يتيم مراسلة الحدث، شكرا جزيلا لك. وأيضا من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي مروان الأمين، أهلا ومرحبا بك معنا سيد مروان. نتابع وإياك كنا على مدار الأيام السابقة كل هذه التطورات، هل نحن أمام التطور الأكبر في هذه الضربات وخاصة إذا ما صدقت الأنباء حول استهداف حسن نصر الله؟ أعتقد بأنه التطور الأكبر والأخطر ليس على صعيد لبنان فقط بل على صعيد المنطقة. إن شخصية مثل حسن نصر الله ليس محصور مهمها ودورها في لبنان، هي بعد قاسم سليماني كان يحكى بأنه هو الراعي لكل أذرع إيران في المنطقة، كما أنه يشكل جزء أساسي وشريك في أخذ القرار داخل مركز القرار في إيران على مستوى الحرس الثوري الإيراني. هذا الأمر سيكون بمثابة زلزال يصيب المنطقة ويصيب المشروع الإيراني في المنطقة، بانتظار المعلومات التي ستتظهر تباعا. لكن في مجموعة من المؤشرات، أولا بأنه إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل القيام بهذه العملية، هذا يعني بأن هذه العملية لها تبعات خطيرة جدا، وبالتالي قد تستدعي في حال ذهبت الأمور في اتجاه معين قد تستدعي غطاء من الولايات المتحدة لها، ولاحقا دعم في حال ذهبت الأمور في اتجاه خطير. اثنين، لأن حصل اغتيالات سابقة لشخصيات مهمة جدا ولكن ما كان عم ينحكى بأنه تم إبلاغ الولايات المتحدة، وكانت تظهر مباشرة الولايات المتحدة وتقول بأنها لم تكن على علم بهذا الاستهداف. من وجهة نظرك إلى أين تذهب أو ترجح الكفة، إلى أن يكون حسن نصر الله فعلا هو المستهدف أم أن نائب نعيم قاسم هو المستهدف؟ وهل فعليا من الطبيعي أن يتواجد اسمان بهذا الحجم بالنسبة للحزب في الضاحية الجنوبية التي باتت مستهدفة بشكل واضح وبدون أي حسابات وبدون أي مخاوف من الجانب الإسرائيلي؟ إذا رأينا مسار الاستهدافات الإسرائيلية والشخصيات المستهدفة فهي لم تستهدف شخصيات مدنية وتحمل دور سياسي أو اجتماعي داخل حزب الله، يعني لم تستهدف النواب أو وزراء سابقين أو حاليين أو قادة عسكريين، معظم استهدافاته العسكريين، بينما وبالتالي إدارة الملف العسكري في حزب الله رأسه هو طبعا فوق القائد الميداني القائد العسكري الذي كان فؤاد شكر، هو أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بينما نائب الأمين العام
لا حسب ما يتداول، أن تعرفي بأن تنظيم حزب الله هو تنظيم سري وتنظيم حديدي، وبالتالي ما هذا الأمر ما بيظهر للإعلام اللبناني. ولكن نائب الأمين العام نعيم قاسم يتابع أكثر الأمور السياسية أو العلاقات العامة أو الأمور الاجتماعية إلى آخره، بينما أمين عام حزب الله هو يتابع الأمور العسكرية بالإضافة طبعا إلى كل الأمور الأخرى. ولكن في هذه المرحلة الأمور العسكرية بشكل خاص. كما أن أمر ملفت كان، أمر لافت كان، أنه الناطق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري خرج بكلمته وأعلن بأنه تم استهداف المقر المركزي للعمليات العمليات لحزب الله، وما قال ان احنا استهدفنا شخصية معينة، وخرج بشكل سريع كان قبل ياخذ يصير في نقاش مع الصحفيين، ما حصل اي مجال للسؤال والجواب مع الصحفيين. ثلاثة اللي كان كمان لافت انه تم تسريب الامر من خلال هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت أولاً أنه تم استهداف نصر الله، ولاحقاً أيضاً أعلنت بأنه فشلت العملية. ولكن حتى الآن نحن في الأمر يعني في حالة غموض، في حالة ترقم، بانتظار أن تبدأ تظهر المعلومات بشكل جلي. ولكن مما لا شك فيه بأنه هذه الضربة هي أكبر ضربة أعتقد يتلقاها حزب الله منذ تأسيسه. مع أي السيناريوهات تذهب سيد مروان بأنه هذا التصعيد، ودائما ما يعرف عندما يكون هناك ضربات قوية في الميدان تحدث تغييرا ربما منعطفا يأتي بعده نوع من الذهاب إلى الحلول والمسارات الدبلوماسية، أو أنه على العكس من ذلك نظرا لرمزية الشخص إذا سلمنا بأن نصر الله هو المستهدف سيكون هناك تصعيد، سيبدو الحل السياسي والمسار الدبلوماسي أكثر بعدا من أي وقت سبق، ويكون هناك توسيع فعلي قد يجر المنطقة بأكملها إلى هذه المواجهات؟ ما الذي ترجحه أكثر؟ ده الحقيقة تنكون شوي موضوعيين وواقعيين. هذا الاستهداف حصل لمركز العمليات، لمقر العمليات المركزي. هذا يعني أنه ما بنعرف مين هي الشخصيات الكبيرة الموجودة هنا، ومن سقط وقتل خلال هذه العملية. وبالتالي هل هذه العملية سوف تؤثر على قدرة حزب الله على الخوض في معركة عسكرية؟ هل ستؤثر على القدرة على الاستمرار في هذه المعركة العسكرية؟ هل ستؤثر على انضباط الأمور والقدرة على أخذ القرار والقدرة على الترابط بين المجموعات العسكرية المختلفة؟ الأمر الأكيد بأنه هناك خرق أمني كبير جدا، وهذا يتضح جليا منذ بداية هذه الحرب من خلال مجموعة من الاستهدافات والاغتيالات اللي صارت لمعظم القادة الميدانيين وقادة الصف الأول داخل حزب الله. والآن هذا الاستهداف هذا المقر الذي أيضا قيل بالإعلام بأنه المقر الجديد للعمليات، المقر المركزي الجديد للعمليات. وبالتالي إن كان كذلك هذا يعني بأن هناك معلومات حصل عليها الإسرائيلي بأن المقر المركزي انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. كل هذه الأمور لا يستطيع أي طرف يعطي الآن توقعات، لأن كل التوقعات بتصير على طريقة التبصير، ما منا قايمة على أمور تحليلية في إلا عناصر حجة يبنى عليها. لذلك سننتظر، سنتابع طبعا كل هذه المستجدات، ويعني من المؤكد أن يكون هناك معلومات خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا الكاتب السياسي مروان الأمين. شكرا. من واشنطن ينضم إلينا الباحث السياسي والخبير في الشؤون الدولية كالفن داك. أهلا ومرحبا بك معنا سيد كالفن. الولايات المتحدة وفقا لإعلام إسرائيلي نقل عن مسؤول كبير بأنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بالهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية
الجنوبية لبيروت. واشنطن كانت تقول بأنها تسعى بأن لا يتم توسعة رقعة هذا الصراع وأن يمتد لمساحات أكبر في المنطقة. لماذا إذا كانت هذه الأنباء صادرة من عن مسؤول كبير، لماذا لم تمنع الولايات المتحدة إسرائيل من القيام بهذه العملية إذا كانت فعلا تخشى التوسعة، وإذا كان المستهدف وفقا للإعلام الإسرائيلي حسن نصر الله؟ شكرا لكم على هذا السؤال، إنه سؤال مهم للغاية، وهو سؤال الذي تلقيته على مدى شهور هنا في واشنطن ليس بعيدا عن البيت الأبيض. سمعنا الإدارة تتحدث عن رغبتها في تجنب التصعيد في المنطقة، وكذلك التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكننا نرى أيضا أن الولايات المتحدة لا تستخدم الضغوط التي تحت تصرفها من خلال وقف الدعم العسكري. إذن لماذا يتوقع من إسرائيل أن تتصرف بطريقة مختلفة؟ إذا كنا نعلم أن الموقف الأمريكي لن يتغير، ما نراه الآن هو تحديد ما قال نتنياهو سيفعله، وهو تجاهل ما تريده الولايات المتحدة، لأنه يدرك أن الولايات المتحدة سوف تقوم فقط باتباع النهج الدبلوماسي والسياسي. سيد كالفن، ما الذي ستقوم به اليوم الولايات المتحدة إذا فعلا صحت الأنباء أنه حسن نصر الله هو المستهدف؟ ومن المعروف بأن حسن نصر الله يشك كل رمزا للكثير ربما في المنطقة، على الرغم من وجود من يخالفه وهم كثر، ولكن أيضا هناك مناصرون كثر في المنطقة له. ألا تخشى أن يكون الموضوع أوسع بكثير وتدخل به عناصر وأطراف يصعب بعدها أن تضبط الأمور؟ كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ بداية دعينا نبدأ ما نعرفه 100% وما ستقوم به الولايات المتحدة إذا كان هناك تصعيد، وهو دعم إسرائيل 100% دون أي شروط. صباح هذا اليوم عندما ألقى نتنياهو خطابه في الأمم المتحدة تحدث عن تهديد إيران وكذلك أذرع إيران في المنطقة، قال إن ذراع إسرائيل طويلة للوصول إلى من تريد ودفاع عن نفسها. المشكلة التي واجهنا هو أنه لا يتحدث عن ذراع إسرائيل وإنما الذراع الولايات المتحدة. ندرك تماما إذا كان نصر الله حقا هو المستهدف في هذه الضربة، ندرك أنه سيكون هناك طبعا رد ضد إسرائيل. مهما قال البيت الأبيض سيكون هناك دعم أمريكي لإسرائيل، إذن قد يكون هناك ربما اختلاف في الكلمات. بالنظر إلى انعقاد جمعية الأمم المتحدة في نيويورك ستدفع الولايات المتحدة من أجل حل دبلوماسي، لكن ذلك لم ينجح مع نتنياهو ولن ينجح هذا المسعى مرة أخرى. طيب إذا ما كانت الجهود في غزة وصفت بأنها كما رآها البعض بأنها لم تكن حقيقية كما يجب لوقف القتال في غزة والذهاب إلى صفقة ما بين الطرفين، اليوم ألا يفترض على الولايات المتحدة أن تكون كتصرف ومسار سياسي أكثر زخما مما كانت عليه في غزة، نظرا لطبيعة التشظي التي ستحدث من خلال هذه العمليات في الضاحية الجنوبية وفي لبنان بشكل عام؟ هل أقول أن على الولايات المتحدة أن تتحرك بطريقة أكثر قوة؟ هذا ما أمله، ولكن لا أعتقد أن ذلك لن يحدث. لم يتم التوصل لوقف الإطلاق نار في غزة ليس لأن بايدن لم يكن يرغب بذلك، ولكنه نعى بنفسه عن ممارسة أي ضغوط على إسرائيل للتوصل لوقف الإطلاق النار. بالنسبة لإسرائيل وحزب الله، هل يرغب جو بايدن بوقف الإطلاق النار
وقف الأعمال العنف بالتأكيد هو يريد ذلك، لكنه لا يمارس الضغوط على إسرائيل ليحدث ذلك. وما لم يتبع بايدن هذا السبيل فلن يتغير شيء. شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا السياسي والخبير في الشؤون الدولية كالفين بارك. شكرا. أيضا ينضم إلينا من بيروت رئيس تحرير موقع بيروت تايم الصحفي رياض طوق. فصل الاتصال، فقدنا الاتصال. نعم، أهلا بك معنا سيد. نعم. رياض، كيف تصف لنا اليوم ما حدث في هذه اللحظات الأخيرة؟ التصريحات أيضا بأن يكون المستهدف هو حسن نصر الله، كيف هو الجو العام في لبنان؟ ما الذي يقال؟ ما الذي يسمع حول ذلك؟ يعني أقل ما يقال بأن هناك حالة رعب في لبنان. لنبدأ بأن هذه الضربة في العاصمة بيروت هي يعني الصوت الأكبر كانفجار منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. ثم أنها الضربة الأقوى منذ أن بدأت الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين الماضي. كما أن أصوات الانفجارات المتتالية والأرض التي اهتزت اليوم، يعني هناك حالة رعب. المواطنون يعني تركوا أي مكان يتواجدون به سواء كان قرب الضاحية أو بعيد عنها. هناك حالة هلع في البلد، لا سيما بعد أن يعني بدأت الأخبار تتحدث عن استهداف أمين عام حزب الله حسن نصر الله. هذا الموضوع إذا صح فأن هناك مرحلة جديدة يعني في لبنان نحن على وشك أن نبدأها. فأقل ما يقال بأن الكل في حالة حذر. كيف شكل هذه المرحلة؟ لا ندري. وما أخطر ربما ما الذي يخشاه إذا صح التعبير اللبنانيون في المرحلة؟ كيف سيكون شكلها؟ لست أدري، ولكن يعني كيف اليوم لا يمكن ترجمة أي شيء على أمر الواقع. ولكن اليوم أولا نحن نتحدث عن إمكانية استهداف، لا يمكن الحديث كما لو أن أمين عام حزب الله حقا كان هو هدف هذه الغارة. قد يكون موجود قد يكون لا، ولكن حجم هذه الضربة، حجم هذه الغارة، حجم المدنيين الذين تم استهدافهم، يقول بأنه هدف غير اعتيادي. لأن الرقم 2 فؤاد شكر عندما تم استهدافه لم نشعر بالضربة، لا في محيط الضاحية ولا في بيروت لم يشعر بها أحد. وعندما تم استهداف قوة رضوان وإبراهيم عقيل كذلك الأمر، حتى علي كركي الذي تم تعيينه بعد إبراهيم عقيل لم. فهذه كمية الضربة لا يمكن إلا أن تستهدف شخصية بحجم أمين عام حزب الله. فإذا صح هذا الموضوع، هل نحن أمام سيناريوهات مفتوحة؟ هل انتهت الحرب؟ قد يكون نعم قد يكون لا. هل حزب الله انتهى؟ لا أظن، لأنه اليوم حزب الله يعني لا يرتبط بشخصية، وحزب عقائدي يتبع للحرس الثوري، يتبع للفرس لجمهورية مثل إيران. يمكن أن يكون خليفة أمين عام حزب الله الجديد هو محضر أصلا، ولكن ما حصل من استهداف قيادات الصف الثاني يعني تفريغ الجسم الأمني لحزب الله والدائرة الضيقة ثم اليوم ضرب الرأس، فهو أيضا حتما ضربة موجعة جدا لحزب الله. ولكن علينا أن ننتظر لنتأكد إذا ما كان الخبر صحيح أم لا. تفضل بالبقاء معنا سيد رياض. أيضا ينضم إلينا من بيروت الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سيمون. إلى أي سيناريوهات سيذهب لبنان في حال كان المستهدف حسن نصر الله، وإذا نجا ولم يكن هو قد قضى في هذه الضربة لسبب أو لآخر، ما المتوقع؟ ما الذي سيحدث؟ ألا يكفي استهداف الضاحية لأن يكون هو فعلا بحد ذاته سببا للتصعيد؟ تفضل للبقاء معنا فقط لأقول هذا العاجل. الغارة الإسرائيلية في الضاحية دليل على لا مبالاة إسرائيل بدعوات وقف النار، وهذا نقلا عن ميقاتي. ومصادر الحدث أيضا تقول حسن نصر الله بخير وحزب الله سيصدر بيانا بعد قليل، هذا وفقا لمصادر الحدث. إذن حسن نصر الله بخير وحزب الله سيصدر بيانا بعد قليل. سيد سيمون، سألت إذا نجا
حسن نصر الله ووفقا لمصادرنا فإنه بخير. ألا يكفي هذه الخطوة وهذه الضربات التي وصفت بالأشد منذ نحو عام أن تكون سببا لتصعيد يجر المنطقة بأكملها إليه؟ موضوع التصعيد، مساء الخير لك وللمشاهدين. أهلا أستاذ رياض. كمان الموضوع التصعيد مرتبط بقرار إقليمي، بقرار إيراني. طبعا يعني بدنا نشوف أولا حجم الضرر، يعني أو حجم الإصابات بالقيادة المركزية. هذا على قاعدة أن حزب الله يقول بأن أمين عام حزب الله سيد حسن بخير وسيصدر بيان. فإذن بنطلع من أنه عم نتعاطى مع هلأ هذا السؤال. حزب الله بدنا في اتصالات كانت تسبق هذه العملية اليوم، تقول أن بعد عودة نتنياهو من نيويورك وبعد عودة الرئيس الإيراني من نيويورك، يعني وبعد عدة مساعي حصلت، إذا كانت النتائج غير يعني منتجة معناها ستنفجر في الأيام المقبلة. يعني كان لبنان مرتقب، يعني كانت قوى سياسية ترتقب أن ينفجر الوضع. نتيجة اليوم هذا موضوع كبير جدا، أولا بحجم الدمار، بحجم الإصابات. يعني اليوم أعطت إسرائيل إشارة واضحة بأنها ليس بس كما قال الرئيس ميقاتي، ما أنها أبلغت الولايات المتحدة بالعملية ولم مثلا ترفض واشنطن، بما معنى القرار اتخذ بالقضاء على قيادة حزب الله. لا نستطيع أن نتقول على حزب الله لأن حزب الله حالة يعني عسكرية وشعبية وعقائدية. فإذن الحلقانهم إسرائيل ستستمر في أعمال عنيفة لتحقق غايتها. أولاً إذا تمكنت من اغتيال أمين عام حزب الله تكون أنجزت هي ما تريد أن تقدم إليه وعطلت الحزب ككل. وإذا لم تنفذ هذه الغاية، لم تنجح هذه الغاية، فإن حزب الله سيأخذ بعين الاعتبار حجم يعني الهمجية أو حجم الاعتداءات، بحيث أنه ما حصل اليوم من دمار بعد لم تظهر يعني مشاهده النهائية. نعم. طيب سيد رياض، اليوم في ظل هذه المستجدات، هذه التطورات، إلى أي حد ممكن أن نرى جانبا إيجابيا بإمكانية أن يكون هناك كلمة واحدة في لبنان، حلول لملفات سياسية، لفراغ رئاسي باتت يعني ربما لسنوات في حالة من الانسداد والركود؟ هل من الممكن اليوم عندما يكون حجم الضربة بهذه القوة وبهذا الحجم فعلا من الممكن أن تحدث تغيرا إيجابيا؟ على حزب الله أن يتواضع، بما معناه أن يعود إلى الدولة اللبنانية. عندما تم تفجير البيجرز وأجهزة الاتصال الخاصة بالحزب، ما فعله الحزب هو الركون إلى الدولة وإلى وزارة الصحة، وذهبوا إلى حتى توسل الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة والمستشفيات. فهذا ما حصل يوم تفجير البيجرز. طيب، يعني حزب الله عرف بأن ليس أكبر من الدولة ولا يمكن أن يكون أكبر من الدولة. المستشفيات اللبنانية هي من قامت بتطبيب عناصره، واليوم من يقوم بإيواء النازحين هي مختلف شرائح الشعب اللبناني. لعل هذه الحرب قد أعطت درسا لحزب الله لكي يتواضع بعض الشيء، لكي يتراجع عن خطابه الفوقي على اللبنانيين بأنه هو وبيئته وجمهوره من الصف الأول وباقي اللبنانيين من الصف الثاني، لا سيما بعد هذه الضربات الأخيرة ومن بعد تضامن اللبنانيين معه. لا أقول بأن اللبنانيين كانوا شوكة في خاصرته ولم يكن العدو من أمامه وباقي اللبنانيين من ورائه، لا، اللبنانيين كانوا سندا له. إنسانيا نتحدث عن هذا الموضوع. ضربات بهذا الحجم يعني يمكن أن تأخذنا إلى مسارين. نعم. إما إلى مسار بأن يقول حزب الله تخليت عن المقاومة وأنا سأرتد على الداخل كميليشيا وأريد أن أحصل المكتسبات السياسية التي لطالما سعيت بها بلبنان قبل أن ينتهي دوري الإقليمي،
ويمكن أن يقول سأعود إلى الدولة، سأعود طرفا مثل باقي الأطراف اللبنانية، التي كل هذه الأطراف كانت لها محاولات وصولات وجولات في العنف، وقد أدى كل هذا العنف في لبنان إلى تقهقرها تباعا وإلى دفع فواتير عظيمة، وهي اليوم كلها في 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 خبر كان إذا أردنا الحديث. فلبما حزب الله يعتبر مما حصل للطوائف الأخرى وللمكونات اللبنانية الأخرى، وربما هذه الحرب وهذه الضربات المتتالية تجعله يتمسك بمشروع الدولة ويكون خلف الدولة وليس أمام الدولة، واليوم هو يركن إلى رئيس الحكومة لكي يقوم بالمفاوضات، ولكن في الأيام العادية هو لا يقيم اعتبار لا لرئيس حكومة ولا لوزير خارجية ولا لوزارة صحة. طيب سيد سيمون، اليوم الحزب نفى أن يكون نصر الله قد استهدف وقال بأنه بخير، عندما يتم الحديث ربما عن احتمالات لأن يكون المستهدف أو أكثر من مستهدف أيضا من القادة المهمين في الحزب، هل اليوم الموضوع يتعلق بمن استهدف أو بما لدى الحزب من إمكانيات من أوراق من مسارات من الممكن أن يذهب إليها، خاصة بأنه إيران موقفها بات واضحا في ظل كل هذه المتغيرات والمستجدات التي شهدتها الضاحية وشهدها الحزب في الفترة الأخيرة، هل تختلف الأمور إذا ما كان فلان أو فلان هو المستهدف؟ نعم، تؤثر كثيرا إذا هذه المرة كمان ضم يعني تم ضرب القيادات التي هي القيادات يعني صف أول أو ثاني. طبعا اذا لاحظنا اولا عدد اللي تم اغتيالهم اعمارهم كانوا هذا من العائلة اللي بلش ب 82 بعمليات اللي كانوا انه الفرقه الخمينيه العشره، اليوم في اجيال جديده. هلا هن استدعوا حسب المعلومات الموثوقه تم استدعاء يعني مسؤولين من الحزب موجودين بسوريا وباليمن واعادتهم الى الهيكليه. اذا هذه كمان يعني الحالات الرديفة تم إصابتها، يعني الحزب أولاً عم يدخل بحالة فراغ قيادي كبير عدا عن حجم الضربة وتأثيرها المعنوي. بس نحن خلينا نقول نقطة تانية، نقطة أولاً إلى علاقة بمدى يعني إمكانية الحزب رغم هذه العملية. يعني إيران بعدها محافظة على وتيرة بأنه الحزب ما يوصل كان لهذه الغاية ما يتدمر الحزب. من هيك يعني تبقي عليه انه يعني انه بالمشاغله بسقف محدد، وحتى هي لم تعمد الى الرد على اغتيال اسماعيل هنيه لان الدم الفلسطيني رخيص عند ايران، الا ان النقطه الاساسيه هو ماذا ستقدم اسرائيل. اسرائيل ستقدم على عمليات ميدانيه، ستسعى الى الدخول الى الاراضي اللبنانيه واحتلال مساحات ليس لتبقى داخل لبنان يعني كما في السابق، لتضغط كما زمن 2006، ستحصل على بقعة بالداخل اللبناني لتكون ضاغطة لتحقيق طلباتها. إسرائيل أقدمت على هكذا عملية سواء أن أغتيل أمين عام حزب الله أم لا، إنها بعد اليوم لن تقدم على ما دون هكذا سقف. هذا السقف من العمليات حظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، فإذن على اللبنانيين على حزب الله أن يعي، على إيران التي تقول وتدعي بأنها حريصة على الحق القضية الفلسطينية وتدعي أنها يعني مهتمة، يعني فلتنصرف تعيد الحقوق إلى أصحابها وتؤمن ما لا أتكلم شعر، تعيد طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إلى الإمارات، فكانت تتوقف عن قصف السعودية وتمس أنها القومي ومن ثم تقاسم الكويت بخزانة ببئر النفط. فإذا يوم يعني على حزب الله أن يعرف وعلى اللبنانيين أيضا أنه اليوم لبنان كان وقودا. حزب الله حالة عقائدية مؤدلجة تستمر وتبقى قائمة، كيف إذا قلنا أنه القضاء على قيادة مثلا أي حزب عقائدي ستستمر؟ طبعاً قيادة إلى لمعتها وإلى دورة، بس اللي حصل اليوم مع حزب الله هو ما يسمى بالعلم الجيش الأمريكي reserve decapitation، يعني ضربوا كل القيادات من حد أمين عام الحزب وإلى الوراء،
وهذا إذا اليوم ما كانوا عم بيحاولوا يقضوا عليهم قدوا. فإذا الحزب في حالة تشتت ولم يستطع اليوم أن يدير عمليات كما في السابق. اليوم الحزب سيخرج من هذه العملية في حالة وهن، في حالة ضعف، في حالة يعني ربما التجاوب مع ما سيقدم عليه الرئيس نبيه بري أو من خلال الاتصالات، لأن الموضوع بات ثقيلا عليه. لأن من يقدم من يقدم على هكذا عمليات سيقدم على عمليات شبيهة. نعم، فقط أشير أيضا للعاجل نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية التي تؤكد أن حسن نصر الله بخير. إذن هذا التأكيد الثاني بعد أن تحدث الحزب أيضا عن سلامة حسن نصر الله، تأتي أيضا وكالة تسنيم الإيرانية لتؤكد بأن حسن نصر الله بخير. تنضم إلينا للمزيد موفدة الحدث لارا نبهان، أهلا ومرحبا بك معنا لارا. لارا، آخر المعلومات المتوفرة لديك، ما الذي يقال وما المعلومات حول هذا الاستهداف الأخير في الضاحية؟ أهلا رشا، يعني بالفعل ما زالت المعلومات غير واضحة إلى الآن. أكيد كما تتابعون أنتم ونتابع نحن، نترقب بيانا من حزب الله بعد قليل. حتى الآن مصادر من حزب الله للحدث العربي وكذلك أيضا مصادر أخرى ووكالات إيرانية تنفي مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله. بنفس الوقت كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث فعليا عن أنه هدف هذه الغارة كان استهداف نصر الله، أو أنه علم أنه قد يكون موجود في هذا الموقع. على كل حال، هي سلسلة غارات، حجم كبير جدا من الغارات في ضاحية بيروت الجنوبية، نتحدث تقريبا عن 10 غارات، نتحدث عن نوع من القنابل الخارقة وبالتالي قنابل قادرة على إحداث ضرر كبير داخل الأرض. ومن هنا تأتي المعلومات والمعطيات التي كانت تتحدث عن أنه قد يكون سواء أمين عام حزب الله أو حتى أي شخصية أخرى مستهدفة قد تكون تحت الأرض وليس بأي يعني مبنى معروف، كما رأينا بالاستهدافات السابقة في الضاحية الجنوبية، لا سيما قبل يومين من الآن، يعني كان في استهداف لشخصيات داخل المبنى. بإحدى الاستهدافات أو إحدى الاغتيالات تحدثت إسرائيل عن إمكانية أن يكون هناك نفق، ولكن هذه أول مرة يحكى عن هذا العمق ويعني إمكانية أن يكون هناك شخصية من حزب الله إلى الآن بدون تأكيدات قد تكون موجودة في هذا العمق تحت الأرض. وبالتالي استدعى ذلك بحسب الإعلام الإسرائيلي استخدام هذا النوع من القنابل. على كل حال، 1000 متر مربع بحسب المعلومات تم استهدافها بمنطقة الضاحية، يعني هذا حجم ضرر كبير جدا. هذه المنطقة مكتظة بالسكان على الرغم من استهدافها بأوقات سابقة، ولكنها تبقى ذات كثافة سكانية كبيرة. معلومات قبل قليل تحدثت عن حركة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية طبعا، وحالة هلع كبيرة إلى جانب توجه سيارات الإسعاف إلى داخل الضاحية، وحديث عن عدد من الإصابات. لا معلومات إذن لارا حتى الساعة إذا ما كان هناك أرقام للمصابين، إذا ما كان هناك أرقام للقتلى، كون المستهدف أكثر من يعني وفقا لبعض الأنباء 6 مباني أو 4 مباني سكنية، مربع كامل تم تدميره. لا يوجد صحيح. أي توقعات من الممكن أن تعطي أرقاما تقريبية إلى عدد الضحايا؟ فعليا رشا، هو 6 مباني بحسب المعلومات الواردة إلى الآن، وقنابل تزن 2000 رطل، وهي قنابل خارقة للتحصينات بحسب المعطيات التي لدينا. ليست هناك أي أرقام أو إيضاحات حول عدد الإصابات أو ما إذا كان هناك يعني أي قتلى إلى الآن. حزب الله ما زال ننتظر البيان منه حتى نؤكد أو ننفي يعني المعطيات التي يتم تداولها، ولكن هناك طلبات بالتبرع بالدم لمختلف المستشفيات المحيطة، ما يشير إلى أنه فعليا هناك عدد من المصابين بشكل مؤكد. وفعلا سيكون هناك عبء ثقيل وكبير على كل المستشفيات، لأنها لم تتعافى من الحالات التي قدمت إليها في الأيام القادمة. سنتابع معكم الزملاء من بيروت، شكرا جزيلا لك مفادة الحدث لارا نبهان، شكرا جزيلا لك. نتابع وإياكم إذن مشاهدين هذه اللقطات لوصول بعض سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التي تنقل مصابين من جراء الاستهدافات للضاحية الجنوبية. هذه الصور مباشرة وهي لوصول
سيارات الإسعاف التي أو للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بعد هذه الغارات التي وصفت بالأعنف على الضاحية الجنوبية في لبنان. إذن كما ذكرت أيضا موفدة الحدث الزميلة لارا بأن هناك مطالب ربما أو طلب نداءات للتبرع بالدم في المستشفيات. لا يوجد حتى الساعة أرقام صادرة موثقة من وزارة الصحة أو أي مصدر معني في لبنان حول عدد الإصابات عدد الضحايا، ولكن وفقا للمعطيات فإنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الإصابات وربما أيضا من الضحايا. إذن نعود لضيوفنا ونبقى مع هذه المشاهد. نعود لضيفنا السيد رياض. يعني سيد رياض، اليوم كيف سيتم تحمل هذا العبء؟ يعني إذا ما كنا نتحدث عن المستشفيات، وضع المستشفيات كان هناك بسبب حوادث وأحداث البيجر، أحداث أجهزة التوكي ووكي وغيرها من العمليات التي تنفذها إسرائيل، كان هناك عبء كبير على المستشفيات. اليوم كيف من الممكن فعلا تلبية هذه الاحتياجات في ظل هذا التصعيد الجديد اليوم والذي يتوقع من خلاله أن يكون هناك عدد كبير من الإصابات؟ طبعا لا شك بأنه عملية تفجيرات البيجرز أرهقت القطاع الصحي والاستشفائي اللبناني. يعني ما كان أحد ليتوقع بأن يدخل في نفس اليوم أكثر من 4000 جريح. 4000 هو ما أفادتنا به المصادر الرسمية، ولكن أنا أقول أكثر لأن هناك العديد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، خاصة في المستشفيات التي هي تحت سيطرة حزب الله، وهي يعني أكثر من 6 أو 7 مستشفيات في لبنان بين البقاع والجنوب والضاحية. المهم بأننا اليوم أمام أزمة صحية والطبية. صحيح أن بعض المساعدات الطبية تأتي من دول في الجوار، ولكنها غير كافية لهذه التغطية، خاصة بأن هناك العديد من اللبنانيين الذين كانوا سيخضعون لعمليات جراحية الأسبوع الماضي، تم تأجيل هذه الجراحات لهم بسبب وجود التهاء الكادر الطبي بالحالات الطارئة لجرح حزب الله. واليوم مع هذا التفجير اليوم تزداد الحالة سوءا أمام عجز للحكومة اللبنانية. هذه الحكومة اللبنانية أساسا ولدت ضعيفة وولدت شبه عاجزة ومشلولة، مع غياب رئيس جمهورية، مع غياب العديد من الوزراء الذين يقاطعون جلسات مجلس وزراء. هذه الحكومة تحدثت عن خطة طوارئ ابتداء من 7 أكتوبر بأنه في حال شنه عدوان إسرائيلي على لبنان. طيب رأينا بأن هذه خطة الطوارئ لم يتم يعني تنفيذ أي شيء منها. الوزراء المسؤولون عنها كانوا يعني في غياب تام، بدءا من وزارة الداخلية التي لم تعرف كيف تتصرف مع الأمر لتنظيم النزوح. يعني مطلوب من وزارة الداخلية ألا تمارس أمن على حزب الله. يعني وزارة الداخلية كي تكون شرطي سير ناجح لم تستطع. وزارة الصحة، وزارة الأشغال التي كان مفروض أن تهيئ المطار والمرافق البحرية فشلت. وزارة الصحة يعني بالحد الأدنى بدأت مع بداية الحرب بصرف الأموال للمستشفيات، ولكن هذا الأمر كان يجب أن يتم تحصيله منذ فترة منذ أشهر. لذا أقول بأن الدولة اللبنانية عاجزة. اليوم إذا تصاعد العدوان بهذه الوحشية هناك أزمة لدى كل المستشفيات، بحيث يعني ونرجو ألا نصل إلى هذه الحالة، فيصبح الشخص الميؤوس من حالته لا يطبب بهذه البساطة. يعني لم يعد أولوية. نعم. الأصحاء. نعم. لم يعد أولوية وسيموت بطبيعة الحال على باب المستشفى. هناك نقص في 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 كل المرافق الطبية والصحية اللبنانية. طب سيد سيمون، على مقربة أن يكون هناك عام من التصعيد في غزة، كان هناك جهود، مساعي، اجتماعات، وساطات، ولم يتم ضبط الموضوع ووقف القتال. اليوم
السيناريو التصعيدي في لبنان هل كان متوقعا أن يكون بهذا الشكل؟ وهل من المتوقع في ظل هذا التطور أن يكون هناك جهود أكثر قوة، أكثر فاعلية وذات جدوى، بما يجعل الموضوع ربما ينتهي بوقت أسرع ولا يشبه بتطوراته ما حدث في غزة؟ خلينا نقول أنه الجهود سقطت نتيجة موقف اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وكلامه أنه هو يعني سيستمر في المعارك، كما يعني أنه كان مؤشر واضح من البداية أنه نتنياهو مصر على أنه يريد إعادة يعني المستوطنين شمال إسرائيل، وحدد أنه سقف عالي بأنه سيعمل إلى جميع الوسائل ولا يقبل أن يعني يحاسب يوما ما بأنه تخاذل بمفهومه أمامهم وأمام المناضلين له انتخابيا إذا عاد إلى 17-01 وفق شروط حزب الله. لذلك ما حصل اليوم كان متوقع، يعني بمعنى عندما أقدمت إسرائيل عبر عمليات متعددة على اغتيال قيادات رفيعة المستوى من حزب الله أو محيطة بأمين عام الحزب، كان التوقع طبيعي بأنها لو تستطيع اللجوء إلى اغتيال أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله لكانت عمدت إليه. كان هذا الكلام موجود، لأن حصول العملية أكد بأن إسرائيل تعتبر بأنها تستطيع وحاول. يعني أول خيار هو خيار كان مرتقب ومستبعد نظراً للإجراءات والاحتياطات المرتفعة التي يتخذها من حزب الله. أول موضوع الميداني، إسرائيل ستدخل إلى يعني ستعزز ستكثف من عملياتها طالما تحظى بدعم دولي وغطاء دولي وبدعم أمريكي واضح. يعني هي أول نقطة. ثانياً ستدخل إلى الداخل اللبناني، خطها في السابق لتسيطر ميدانياً على عدة مناطق لتفرض شروطها، يعني وهي تهيأت من خلال يعني ألوية ميدانية للدخول في الميدان. كل ما يقال عن اتجاه إسرائيل للتصعيد بالاغتيال أو بالدخول إلى الساحة اللبنانية متوقع. فلنكن واضحين، نتنياهو وكل إسرائيل تقود اليوم معركة في مفهومها، معركة وجودية تقود بخلفيتها غير المعلنة معركة دينية يعني في قناعتها. فإذن المعركة طويلة. وأهم من ذلك لا ننسى أن البارحة واشنطن دعمتها ب$8 مليار في ظل العتب على أنه العمليات التي تحصل، ومن ثم أبلغها بالعملية ووافقت أن تتم عملية اغتيال أمين عام حزب الله. فإذن نتنياهو مستمر، وحسب ما عرفت من أوساط دبلوماسية يعني متابعة على هذا الملف، نتنياهو يريد إغلاق سريعا جبهة لبنان ويفرض الشروط التي يريدها، ومن ثم يريد أن يذهب إلى معارك أمنية مكثفة في غزة وتطهير الضفة، أولا للقضاء على السنوار. إذا أقدم على عملية هلأ حاليا قضاء على السنوار وتمكن، قد يواجه مواقف دولية بأنه عليك أن توقف عملية يعني الاعتداء على لبنان. لذلك يريد أن ينهي هذه العملية ويلجأ إلى عمليات بنوعية يعني إجرامية، بنوعية عسكرية عالية الصدر. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل، وشكر أيضا لضيفنا من بيروت رئيس تحرير موقع بيروت تايم الصحفي رياض توق، شكرا جزيلا لكما. إذن نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الصور للأحداث المتسارعة التي جرت من خلال استهدافات إسرائيل للضاحية الجنوبية بغارات مكثفة وصفت بالأعنف حتى منذ 7 أكتوبر. كان الحديث بأن المستهدف هو حسن نصر الله فيما جاءت الأنباء نقلا عن مصادر للحزب وأيضا رويترز ووكالة التسنيم الإيرانية، كلها تفيد بأن حسن نصر الله ما زال على قيد الحياة.
معلومات حول عدد المصابين والقتلى غير متوفرة في ظل توقعات بأن يكون هناك عدد كبير من الإصابات والضحايا. نتابع وإياكم إذن هذه التغطية مشاهدينا. زميلي مبروك على رأس الساعة، فابقوا معنا، إلى اللقاء.